بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 30 في الإشريشيا كولاي. حنبدأ في الإشريشيا كولاي. في نهاية هذه المحاضرة حنتكلم على المورفولوجي، حنتكلم على الكلتشر، حنتكلم على الأنتيجينيك فاريشن، وحنتكلم على الفيرولنس فاكتورز. تعالوا أول شيء على المورفولوجي. المورفولوجي فيري سيمبل، جرام نيجاتيف باسيلاي موتايل، في سام سترينز منها كابسوليتد، بالتاكيد نان سبور فورمينج. واتفقنا من زمان انه ما فيش معنى في الميديكال كسبور فورمينج الا الباسيلس والكولستريديوم. الكلشر دي زي ما اتفقنا ان احنا هي فاكلتاتيف انيروبس، احنا بنزرعها على الماكونكي اجار، طبعا ممكن على الوضع اجار، لكن الماكونكي اجار على اعتبار انه ديفرنشال ميديا يستطيع يشوف البكتيريا اللي بتعمل لاكتوز وبتعمل نان لاكتوز. الشيشيا كولاي من البكتيريا الشهيره جدا اللي بتعمل لاكتوز فيرمنتر، وبالتالي تطلع الكولوني روز كولوني او بينك كولوني زي ما انتم شايفينها. طيب تعالوا نشوف الانتيجينيك ستراكشر، النقطه المهمه جدا فيها. احنا اتفقنا زمان انه في 3 انتيجينيك يوز عشان للكلاسيفيكيشن، وطبعا احنا هي عباره عن سيرولوجيكال كلاسيفيكيشن. في معنا الاو انتيجين اللي بنسميه سوماتيك انتيجين، وذا اللي موجود في اللايبوبوليساكرايد. في الانتيجين الثاني اللي هو الاتش انتيجين اللي هو الفلاجيلار انتيجين، وفي الثالث اللي هو الكبسول، اذا كانت تمتلك كبسول نسميه كي انتيجين ونسميه كابسولار انتيجين. حنتكلم عليهم واحد واحد بشكل مختصر. اول شيء الاو انتيجين، الاو انتيجين اللي هو موجود في السيل وول، ولذلك يسموه سوماتيك انتيجين، هو عبارة عن lipopolysaccharides، وبالتالي في منه many different O. ليش؟ مش هو عبارة عن polysaccharides، فتخيلوا هذا الترتيب الشوغرز، مرة ترتيبهم ترتيب بنمط معين، في بكتيريا ثانية ترتيبهم بنمط معين، في بكتيريا ثالثة ترتيبهم بنمط معين وهكذا. فبالتالي نتيجة للأرانجمنت للبوليساكرايدز من بكتيريا البكتيريا، اختلاف الأرانجمنت ده بيعطي many different O antigen أو somatic antigen. النقطة الثانية اللي هو الـ H antigen، ده عبارة عن flagellar antigen، وهو نفس الوضع، ده هو اللي بيقيس ما نسميه بالقضية الموتايل، وده عبارة عن بروتين، فهو ترتيب هنا الأمينو أسيد، فمرة يترتبوا بشكل ومرة يترتبوا بشكل لترتيب الأمينو أسيد، وبنقول في many different للـ H antigen. النقطة الثالثة اللي هي الكي انتيجين، كابسولار انتيجين، انه البكتيريا تمتلك كبسول، وزي ما انتم عارفين الكبسول هو عبارة عن بوليساكرايدز، بالتأكيد حيكون في معنا ميني ديفرنت كي او ميني ديفرنت كابسولار انتيجين، اللي هو نتيجة لاختلاف ترتيب الشوغر من بكتيريا إلى بكتيريا. فبالتالي هذا الترتيب اللي حيحصل حينتج عنه متتالية نسميها كالآتي، انه حيكون في معنا ميني ديفرنت او انتيجين، ميني ديفرنت اتش والكي انتيجين، لدرجه تصوروا انه بيكون معنا اكثر من 1000 انتيجينيك تايبز اوف اشريشيا كولاي، ولذلك نقول عليه معنا اكثر من 1000 سترينز من اشريشيا كولاي. لماذا 1000 سترين من اشريشيا كولاي؟ نتيجه لاختلاف الترتيب في الثلاثه الانتيجينات اللي هو الاو انتيجين سوماتيك انتيجين، والاتش انتيجين اللي هو فلاجيلار انتيجين، والكي انتيجين اللي هو الكابسولار انتيجين. بالشكل ده شايفين الالوان طبعا بتدل على انه في اختلاف في قضيه الامينو اسيد او للبوليساكرايد. المحور الاخير ببساطه هو الفيرولنس فاكتورز اللي تمتلكها الاشريشيا كولاي. اول فيرولنس فاكتور هو البلاي، والبلاي فيري امبورتنت، هو اللي بيعمل ادهيرنس اللي بيمكن البكتيريا فيما بعد انها تبدا تتكاثر. البلاي ده اللي وظيفته الادهيرنس هو محمول على البلازميد ميديتد، ومعظم الجرام نيجاتيف معها البلازميد ميديتد، فبالتالي ده محمول على البلازميد ميديتد ووظيفته اساسا هو الادهيرنس. النقطة الثانية الكبسول، بالتأكيد الكبسول وظيفة مهمة جدا انه بيعمل انهبيشن للفاجوسايتوزس او نسميه انتي فاجوسايتوزس، وهو يعتبر فيرولنس فاكتور بحيث انه تستطيع البكتيريا انها تهرب من الاميون سيستم. النقطة الثالثة بالفيرولنس فاكتور اللي هي انتيروتوكسين. احنا انتيروتوكسينز اسف اللي هو الاندوتوكسينز، في معنى انتيروتوكسينز وفي معنى اندوتوكسين. الاندوتوكسينز اللي هو لايبوبوليساكرايدز، لانه موجود في السيل وول حق الجرام نيجاتيف، فلو ما يحصل لايسس للجرام نيجاتيف يطلع الاندوتوكسين، وبالتالي يعمل الاندوتوكسيك شوك، وده واحد من الفيرولنس فاكتورز المهمة جدا بالنسبة للاشريشيا كولاي. الإبزوتوكسينز ده اللي بنقول عليه انتيروتوكسين،
ما الفرق بين زي ما قلنا بالاندوتوكسين والاكزوتوكسين؟ الاكزوتوكسين والبكتيريا لايف بتطلع انتيروتوكسين، وهي عايشه بتطلع انتيروتوكسين. من اهم التوكسينز اللي بتطلعهم الاشتيشيا كولاي، سام سترينز منها بتطلع الهيت ليبل توكسينز والهيت ستيبل توكسينز، ودول بيعملوا ديزيز شهيه في الاشتيشيا كولاي نسميه انتيروتوكسوجينيك اشتيشيا كولاي، هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله امام في الامام ان شاء الله. الرقم 5 للبراز فاكتورز للاشتيشيا كولاي يسموه فيروتوكسين، وهو شبيه بالشيجا توكسينز، وده مهم جدا في سترينز بتعمل الاشتيشيا كولاي ديزيز نسميه انتيرو هيموراجيك اشتيشيا كولاي، ده بيعمل ديستراكشن للماكروفيلاي وبالتالي بيعمل دياريا، هنتكلم عليه ان شاء الله في التفصيل في الديزيز اللي بتعملها الاشتيشيا كولاي او السترينز لسام اشتيشيا كولاي. كنت معكم في ما مضى في الاول محاضرة على الاشتيشيا كولاي، تكلمنا عن المورفولوجي، على الكلتشر، على الانتيجينيك فاريشن، على الفيرولنس فاكتور. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.